السابعة من التناصح وأبرز الأنباء. دار الإفتاء تشرع في متابعة دعوة مفتي الديار للأطراف الليبية للحوار. اجتماعي ورفلة ينسحب من المفاوضات الخاصة بعائلات جنفودة، وحركة حماس تنفي ادعاءات نشرتها حكومة اثني على الحركة. وفي السابعة أيضا مرور الذكرى الأولى لتفجير مركز تدريب شرطة خفر السواحل، وتناصح تفرد تغطية بهذا الخصوص. سلامنا من الله عليكم ورحمته وبركاته. شرعت دار الإفتاء في متابعة دعوى سماحة المفتي للأطراف السياسية المختلفة للاجتماع على طاولة حوار داخل أرض الوطن والخروج بوفاق حقيقي بإرادة ليبية حرة. هذا وأعلنت دار الإفتاء عن مباشرة العمل باجتماعات مصغرة ومكثفة مع مندوبين عن الأطراف المدعوة تمهيدا للقاء الموسع والذي سيعلن عنه في حينه حسب بيان لدار الإفتاء. يشار إلى أن سماحة مفتي عام ليبيا قام بالاتصال بعدد من الشخصيات ودعاهم للجلوس على طاولة الحوار للخروج من الأزمة الراهنة. إلى مدينة بني غازي، حيث أعلن مركز أسرايا الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بني غازي، أعلن عن تدمير قوات المجلس لدبابة تتبع ميليشيات الكرامة في محور الصابري. وقال المركز الإعلامي أن الدبابة التي تم تدميرها أول أمس الخميس حاولت التقدم نحو نقاط تمركز مجلس شورى ثوار في محور الصابري، إلا أنه تم تدميرها بصاروخ حراري موجه. يشار إلى أن شورى ثوار أكد سيطرته على مواقع كانت تحت سيطرة العناصر المولية لتنظيم الدولة في الصابري والمحور الغربي. في بني غازي أيضا، حيث قال مركز أسرايا الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بني غازي أن أربعة أطفال لقوا مصرعهم بجنفودة، اثنان من عائلة البرغث وطفلة تبلغ من العمر عامين من عائلة الزاوي، والطفل الرابع من عائلة الشاعري إثر استهداف مكان إقامتهم من قبل الطيران الإماراتي. وأوضح المركز أن الطيران الأجنبي الداعم لميليشيات الكرامة شن 16 غارة جوية بالإضافة إلى غارة نفذها طيران الميج على منطقة جنفودة. يشار إلى أن منطقة جنفودة شهدت خلال 24 ساعة الماضية تحليقا مكثفا للطيران الأجنبي والذي وجه عددا من القذائف على ذات المنطقة. قال مصدر من مجلس شورى ثوار بني غازي لقناة التناصح السبت، قال أن طيران الميجا التابع لمجرم الحرب حفتر يحلق في سماء المدينة منذ بداية الصباح. المصدر ذكر أن الطيران كثف من طلعاته الجوية على مناطق سيطرة المجلس غربي المدينة. ومن جهة أخرى، أفاد المصدر بانفجار لغة من أرضية في منطقة سوق الحوت ما تسبب في مقتل أحد العناصر التابعين لقوات حفتر في المنطقة. انسحب وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وأعيان مدينة بني وليد، انسحب من المفاوضات الخاصة بخصوص العالقين في منطقة جنفودة السكنية في بني غازي. الوفد عز انسحابه إلى اشتراط قوات مجرم الحرب حفتر توليهم تحديد الممر الآمن لخروج العائلات العالقة، كما اشترطت خروج الأطفال والنساء وكبار السن والتحقيق مع جميع الرجال. إشارة إلى أن منطقة جنفودة السكنية تشهد قصفا عنيفا من قبل طيران أجنبي موال لحفتر على منازل العالقين في المنطقة. في شأن آخر، حيث وجه أمر الكتيبة 501 التابعة لما يعرف بعملية الكرامة الصافي السنيني، وجه تحذيرا لسائقي المركبات الآلية والشاحنات بعدم استخدام طريق طبرق جدابية المعروفة بطريق الميتان. السنيني أوضح أن ذلك مرده لوجود بعض مجموعات ما يعرف بتنظيم الدولة
والتي خرجت من بني غازي والتي تتحصن في هذا الطريق. يذكر أن قوات ما يعرف بعملية الكرامة والتي تحاصر جنفودة منذ عامين كانت قد سمحت لفلول تنظيم الدولة بخروج آمن من مناطق سيطرتهم، وذلك بحسب مركز السرايا. ما أشبه اليوم بالبارحة، قوات ما يعرف بالكرامة وللمرة الثانية تقوم بتأمين انسحاب فلول تنظيم الدولة، فمنذ ظهوره وإشارة الاستفهام تحوم حول مجرم الحرب حفتر ومدى تفاعله وتشابك مصالحه مع هذا التنظيم. نتابع. دعم الأسير المهزوم خليفة حفتر لما يعرف بتنظيم الدولة غير خاف على أحد، لطالما ساندهم عندما كانوا في درنة، وقصف قوات مجلس ثوار درنة كلما اقتربوا من حسم النصر وطرد فلولهم. ولما كاد الثوار يطبقون على التنظيم وينهون وجودهم، تدخل حفتر وأمن انسحابهم حتى وصلوا إلى سرت، ثم صب جام غضبه على أهالي درنة، ولسان حاله يقول: هذا عقابي لكم لطردكم عناصر التنظيم، فقتل النساء والأطفال والشيوخ، وقصف المستشفيات ومنازل الآمنين، ولم يسلم منه البشر ولا الحجر، وحاول أن يوهم الرأي العام بأنه ذاهب لقتالهم في سرت، وذلك عقب سماعه عزم الثوار على تحرير سرت من شرورهم. ولكنه لم يصل حتى يومنا هذا، بل ادعى صحواته أنه لا وجود لما يعرف بتنظيم الدولة في سرت، وأنها مجرد مسرحية تسلم واستلام. ويبقى السؤال: ما هي صفات المنتمين لتنظيم الدولة؟ هل من هيئتهم، من ملابسهم، أو إعفائهم للحاهم، أم من أفعالهم؟ لنتذكر أحدهم، ذلك التونسي المقبوض عليه في صبراته، وكيف كان جسمه كله وشما وهيئته غريبة تماما. أليس تنظيم الدولة وحفتر أفعالهم واحدة وجرائمهم واحدة؟ أليس عدوهم واحد، وهو الثوار والثورة والدولة المدنية التي ترسخ المواطنة ويحكمها القانون والتداول السلمي على السلطة؟ والسؤال المطروح: هل حفتر مؤمن بالقضية التي ينادي بها تنظيم الدولة وبممارساتهم المروعة بحق الأبرياء؟ وهل تمادى في الدفاع عنهم حين كان يمثلهم في تنفيذ طقوسهم ومجازرهم عندما يكونون هم عاجزين عن ارتكاب ذلك بأنفسهم؟ ما التفسير لتضامن حفتر مع ما يعرف بتنظيم الدولة وعدم محاربته لهم ولو بطلقة رصاص واحدة، رغم ادعائه بمحاربة الإرهاب، ورغم أنهم التنظيم الوحيد الذي أجمع العالم بأسره واتفق على وصفه بالإرهابي؟ هل بعد كل ذلك نخلص بأن حفتر ليس عنصرا عاديا وحسب؟ هل يمكن أن يكون هو الملهم والمرشد والممثل الأعلى لتنظيم الدولة؟ وهل يمكن اعتباره الأمير الحقيقي للدواعش؟ نفى الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح له نشر على الموقع الرسمي للحركة، نفى صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الليبية عن تدخل الحركة في الصراع الداخلي الليبي حسب تعبيره. واستشهد برهوم ما وصفها بالاتهامات والأكاذيب التي نشرت على لسان مسؤولين ليبيين في وزارة داخلية حكومة أثني، وأكد أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن حماس لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. هذا وقد كان مسؤولون في حكومة أثني قد اتهموا حركة حماس بالتجسس على ميليشيات الكرامة وقادتها. وفي شأن آخر، حيث يصادف اليوم السبت 7 يناير الذكرى الأولى لتفجير مركز أمن السواحل في مدينة زليتن، ففي مثل هذا اليوم وقع انفجار في معسكر لتدريب أمن السواحل وخلف عشرات الجرحى والشهداء. هذا وتفرد قناة التناصح تغطية خاصة لهذه الذكرى، حيث خصصت شريطا إخباريا يسرد أسماء الشهداء الذين سقطوا جراء هذا التفجير، وبثت قناة التناصح فيلما وثائقيا قصيرا عن الحادثة يتناول أبرز أحداث يوم 7 يناير.
في السابع من يناير 2016 تعرض معسكر لتدريب شرطة خفر السواحل لتفجير انتحارية من قبل ما يسمى بتنظيم دولة. هذا عرض لردود الأفعال المحلية والدولية، نتابع سويا. في السابع من يناير من عام 2016 هجوم انتحاري استهدف معسكرا لتدريب شرطة خفر السواحل في مدينة زليتن بليبيا، ونتج عنه مقتل 74 شخصا على الأقل، حيث اقتحمت سيارة إطفاء مفخخة ساحة التدريب في المعسكر في وجود 500 متدرب لتنفجر وسط المتدربين وتحدث دويا كبيرا سمع في أرجاء المدينة الساحلية، فيما رجح مسؤولون أمنيون أن يكون العمل من تدبير تنظيم الدولة انتقاما لعناصره التي قبضت عليها الأجهزة الأمنية بالمدينة. ردود أفعال محلية ودولية واكبت الحدث. فعلى المستوى المحلي أعلنت السلطات الليبية الحداد 3 أيام تزامنا مع وصول رئيس الحكومة المقترحة من البعثة الأممية فايز السراج إلى المدينة لتقديم واجب العزاء فيما وصف بأنه زيارة علاقات عامة، إثر وصول حكومة البعثة إلى العاصمة طرابلس على ظهر بارجة حربية. من جهته تعهد وكيل وزارة الدفاع في المؤتمر الوطني العام آنذاك بالرد على الهجوم، وقال إنه من غير المعروف هوية مرتكب الجريمة لكنه جبان ويجب علينا الانتقام منهم وأن نفعل كل ما هو ممكن لحمايتهم. من جهته دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر للوحدة في أعقاب الهجوم قائلا بتطبيق اتفاق سياسي حاسم، حيث كتب كوبلر على تويتر: إنني أدين بأشد العبارات الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم في زليتن، وأدعو جميع الليبيين إلى أن يتوحدوا بصورة عاجلة لمكافحة هذه الأفعال. أما وزارة الشؤون الخارجية في تركيا فقد أصدرت بيانا مكتوبا قالت فيه: إنها تدين بشدة هجوم تنظيم الدولة القاتل الذي استهدف مركزا لتدريب الشرطة في مدينة زليتن الليبية، والذي أظهرت فضاعته ضرورة خوض معركة فعالة ضد تنظيم الدولة في ليبيا، وكذلك الإرساء الفوري للأمن والاستقرار الوطني. أكد المجلس العسكري واتحاد الثوار في مدينة مصرات في بيانهم الجمعة، أكدوا على ضرورة الالتفاف حول المجلس العسكري واتحاد الثوار كونهم الممثل الوحيد لثوار مدينة مصرات، ومشددين في ذات الوقت على حماية أهداف ومبادئ ثورة 17 من فبراير. إن المجلس العسكري واتحاد الثوار مصرات وهم يتابعون ما تمر به ليبيا من مرحلة صعبة وأحداث انجسام وتجاذبات سياسية أضاعت الوطن والمواطن، فإنهم يؤكدون على أولا حماية ثوابت وأهداف ثورة 17 فبراير المباركة، ثانيا الالتفاف حول المجلس العسكري والاتحاد الثوار كجسمين يمثلان الثوار كلا حسب صفته. أيضا كشف البيان عن تشكيل غرفة مشتركة مع كافة الجهات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة التطورات الأمنية، داعيا إلى دعم الأجهزة الأمنية داخل مصرات وبكل الإمكانيات المتاحة. تشكيل غرفة عمليات مشتركة من المجلس العسكري واتحاد الثوار والجهات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني. رابعا دعم الأجهزة الأمنية داخل المدينة بكل الإمكانيات. خامسا تكليف اتحاد الثوار والمجلس العسكري بتشكيل لجنة للتواصل مع المكلفين بمهام في العاصمة. ودعا البيان اتحاد الثوار إلى ضرورة وضع آلية لتبني رؤية الثوار السياسية، مطالبا الرئاسي المقترح بتوضيح موقفه مما يرتكبه حفتر من جرائم شرقية ليبيا. ضرورة تواجد الثوار في كل مفاصل الدولة والمشاركة في صناعة القرار. سابعا تكليف اتحاد الثوار لوضع آلية تتبنى رؤية الثوار سياسيا. ثامنا
تكليف اتحاد التواري بتشكيل لجنة لمتابعة الجرحى وأسر الشهداء. تاسعا، يجب على المجلس الرئاسي المقترح توضيح موقفه فيما يحدث في المنطقة الشرقية خاصة بنغازي وموقفه من المجرم خليفة حفتر وتصنيفه كمجرم حرب. عاشرا، مطالبة المؤسسة الليبية للنفط بتوضيح موقفها باستخدام المجرم حفتر حقولها وموانئها كقاعدة عسكرية لضرب وقتل الليبيين، وإلا فإنها تعتبر شريكة له وستتحمل المسؤولية القانونية والوطنية تجاه الليبيين. السابعة من التناصح متواصلة وفيها بعد الفاصل. طائرة الخطوط الأفريقية المخطوفة تصل مطار معتيقة قادمة من مالطا. نحن الآن بالضبط داخل هذا المعسكر وفي الساحة التي شهدت هذا التفجير. من جديد حياكم الله. اعتبرت حكومة الإنقاذ الوطني أن حفتر وداعش وجهان لعملة واحدة بعد تورطه في السماح للجماعات التي تنسب نفسها لتنظيم دولة بالخروج من بنغازي دون أي مقاومة تذكر وفق بيان لها. وثمنت الحكومة في البيان التضحيات التي يبذلها مجلس شورى ثوار بنغازي في مسيرة ذوده عن بنغازي وتصديه للعملية الإنقلابية التي تسوقها ميليشيات الكرامة تحت مسمى محاربة الإرهاب شرقي البلاد وغربها. هذا واعتبرت أن ثوار بنغازي ائتلافا مكونا من أهم كتائب الثوار الذين تصدوا لكتائب القذافي عام 2011 مجددة دعمها لهم حتى يتمكنوا من تحرير مدينتهم من الإنقلابيين حسب تعبير البيان. أكد رئيس حكومة البعثة الأممية فايز سراج في مقابلة له مع وكالة آكل إيطالية للأنباء الخميس الماضي، أكد على أنه ليس لدينا مشكلة شخصية مع حفتر، وذلك ردا على تصريحات مجرم الحرب حفتر الأخيرة. حفتر كان قد نفى خلال مقابلة مع صحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية للأنباء مفادها أن لقاءنا مرتقبا يجمعهما، وقال شخصيا بأنه ليس لديه أي شيء ضد سراج. يذكر أن مجرم الحرب خليفة حفتر يعارض الاتفاق السياسي الموقع في الصخرات المغربية ولا يعترف بمخرجاته، وقد قصف مؤخرا قوات الثوار والتي حررت مدينة سرت، ومع ذلك لم تتم إدانته من قبل حكومة البعثة الأممية. أكد عضو مجلس النواب المنحل صالح فحيمة أن استقالة عضو المجلس الرئاسي المقترح موسى الكوني غير مفاجئة ونهاية طبيعية نتيجة للتركيبة غير المتناغمة لأعضاء الرئاسي المقترح. فحيمة قال أن الخروقات بوثيقة الحوار السياسي بدأت منذ توقيع عضوين فقط من لجنة الحوار الممثلة
لمجلس النواب عليها، مضيفا أن استحداث عضوين آخرين لا يمثلان رأي المجلس ليوافقان على ما جاء فيها. هذا وأشرف حيمة إلى أن حكومة البعثة أتت ميتة، منتقدا قضية اتباع مبدأ الوزير المفوض كسابقة لم تحدث في العالم. أثنى النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي صباح السبت على استقالة عضو المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية موسى الكوني من منصبه، معتبرا إياها عين الصواب حسب وصفه. العوامي وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تساءل كيف لحكومة يوفاق أن تكون توافقية ومن يرأسها غير متوافق عليها، وهناك جزء كبير من ليبيا لا يعترف بشرعية المجلس ولا حكومته. يشير إلى أن العوام اعتبر قرار الكوني بالاستقالة من الرئاسة خطوة في الاتجاه الصحيح تستلزم الثناء داعيا الجميع للبحث عن حلول بديلة للأزمة الليبية تكون خالصة على حد تعبيره. حلول، قال الرئاسي المقترح أنه سيجعلها نهاية لمعاناة المواطن منذ أول يوم بعد توقيع عسكرات، ما فتأ يكررها حتى أصبحت من العبارات التي اعتاد عليها الشعب الليبي. نتابع. الحلول التي قال مصرف ليبيا إنها تخفف وتقلل من أزمة التضخم والسيولة كالتحويلات الشخصية عن طريق شركات التحويل هي حلول ليست عملية، بل ربما تزيد الأزمة وتؤدي إلى استغلالها في السوق الموازية للعملات للاتجار، خاصة وأن البلاد تعاني من عدم وجود حكومة سياسية واحدة، بل وتنازع أكثر من سلطة آخرها مجلس السراج. فإنه ينبغي ألا ننسى الدور الكبير للمؤسسات غير الحكومية في هذا الشأن باعتبارها الشريك الآخر والأساسي في عملية صنع القرار. حكومة فايز السراج التي تلقى دعما دوليا واسعا في هذا البلد بعد انبثاقها عن توقيع صخيرات كانت وعدت المواطن الليبي بتحسن الخدمات وإيجاد مؤسسات للدولة أقوى من أي وقت سابق، ولكن مع دخولها اختفت السيولة وارتفعت الأسعار وسادت الدولة موجة من التضخم لم تعشها من قبل. أصبح العجز المالي ينذر بأيام أصعب من سابقتها، خصوصا وأنها تكرر نفس الوعود والنتائج واحدة. 26 مليارا هي حصيلة ما أصبح في جيوب المتربصين بالمال الليبي الذين تعمل الحكومات بالشراكة مع المركزي على فتح الاعتمادات لهم بدعوى جلب الاحتياجات الخاصة، حتى أصبح الابتزاز يمارس علنا لجلب الأرباح من قبل جهات تابعة للدولة وعلى رأسها المركزي وشركات وأفراد كانت الدولة قد صنعتهم. في البداية أهني الشعب الليبي بهذا الاتفاق السياسي التاريخي الذي أنهى فترة عانى فيها الليبيين الكثير. أحيي فريق الحوار السياسي الليبي على ما بذلوه من جهد طيلة الأشهر الماضية. حكومة البعثة الأممية التي وعدت المواطن الليبي بتحسين الخدمات من أول يوم لها بعد التوقيع ومن يوم دخولها تيقن الجميع أن كل الوعود ذهبت أدراج الرياح، وخير دليل على ذلك ما يحدث في المصارف وغياب غاز الطهي وانهيار الخدمات الطبية في المستشفيات. ولا يسعنا في ظل هذه الأزمات إلا أن نقول لك الله يا مواطن. أكدت الشركة العامة للكهرباء وقوع برج 30 كيلو فولت الرابط بين مناطق السلطان والمقرون في محطة 220 في منطقة زويتينا. الشركة العامة للكهرباء قالت عبر صفحتها الرسمية قالت أن سبب الوقوع هو الرياح القوية في المنطقة وقواعد الأبراج المتهالكة والمقامة من سبعينيات القرن الماضي. يشار إلى أن ليبيا تعاني من انقطاعات مستمرة من الكهرباء منذ فترة طويلة. في شأن آخر، حيث وصلت طائرة شركة الخطوط الأفريقية المختطفة إلى مطار معتيقة قادمة من مالطا مساء أمس الجمعة،
مصدر بالسفارة الليبية في مالطا قال أن طائرة الخطوط الأفريقية قد أقلعت من مطار لوكا المالطية بحضور موظف الارتباط بالسفارة، وأن الاتصالات جرت بين مسؤولين في وزارة الخارجية المالطية والسفارة الليبية قبيل إقلاعها. الطائرة الليبية من طراز إيرباص A320 خطفت في 23 من ديسمبر الماضي وأجبرت على الهبوط في مالطا أثناء قيامها برحلة داخلية بين مطاري سبها ومعتيقة وعلى متنها أكثر من 100 راكب. قال رئيس قوة دعم الأجهزة الضبطية والأمنية ببلدية صبرات محمد شوية قال أن القوة بدأت فعليا بممارسة مهامها وفق نظام أساسي تم اعتماده في اجتماعات سابقة بحضور المجلس البلدي ومديرية الأمن صبراته والبحث الجنائي والحرس البلدي وأجهزة أمنية أخرى. شوية وفي تصريح لوكالة أنباء تضامن صباح السبت قال إن المرحلة الأولى بدأت بتأمين كليات جامعة صبراته وفق القوانين النافذة. يشار إلى أن قوة دعم الأجهزة الضبطية صبراته ستطلق حملة موسعة لدعم الحرس البلدي تشمل المحال التجارية ومحاربة ظاهرة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمقاهي والمطاعم وضبط المخالفين من قبل الأجهزة الضبطية. في الخبر الأخير وفي ذات المدينة، حيث عقد في مقر جامعة صبرات صباح السبت الاجتماع الدوري الأول لسنة 2017 بالجامعة وبحضور رئيس اللجنة والأعضاء والإدارات والمكاتب المختصة. رئيس اللجنة العلمية صلاح خلاط قال إنه تم بحث وتسوية أوضاع هيئة التدريس وترقياتهم واستكمال ملفاتهم والنظر في استحقاقاتهم للترقيات العلمية. من جهة أخرى قال إنه سيكون هناك أساس واضح للعمل من قبل اللجنة، ومشيرا إلى أن اللجنة تعمل وفق القوانين وتقبل جميع الملاحظات والتعديلات. وإلى جولتنا في أحوال الطقس على بعض المدن الليبية نتابع. قبل الختام مشاهدينا هذا تذكير لأهم الأنباء. دار الإفتاء تشرع في متابعة دعوى مفتي الديار للأطراف الليبية للحوار. اجتماعي ورفلا ينسحب من المفاوضات الخاصة بعائلات قنفودة، وحركة حماس تنفي ادعاءات نشرتها حكومة اثني على الحركة. مرور الذكرى الأولى لتفجير مركز تدريب شرطة خفر السواحل والتناصح تفرض تغطية بهذا الخصوص. وتابعتم أيضا طائرة الخطوط الإفريقية المخطوفة تصل مطار معتيقة قادمة من الجمهورية المالطية. وفي الختام مشاهدينا يمكنكم متابعة بثنا الحي على صفحاتنا فيسبوك تناصح تي في وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تليجرام يوتيوب تناصح دوت تي في. إلى اللقاء.